مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. شفنا في الجزء اللي فات من الحلقة شفنا الإجراءات اللي الحكومة اتخذتها عشان احتواء الكورونا وأزمة الكورونا الحقيقة اللي بتطال العالم. ربما الإجراءات دي مش بس الحكومة المفروض تقوم بيها، ولكن كل واحد فينا في المجتمع، زي حتى ما منظمة الصحة العالمية دايما بتقول إن دي معركة وعي بالنسبة لكل فرد، مش بس الإجراءات الحكومية. فبالتالي لازم نفتح ونضع هذا الأمر المهم أمام فضيلة الدكتور، لأن هذا الأمر حتى بيطال بعض التجمعات زي المساجد مثلا. شفنا مثلا طال موسم العمرة في المملكة العربية السعودية، ربما بعد 100 يوم هيبدأ ذي الحجة، ربما يطال موسم الحج القادم. فإزاي يكون التعامل الحقيقة في هذا الإطار؟ نضع كل هذه الأسئلة وحاجات كتير الحقيقة في هذا الملف، نضعها أمام فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي الجمعة. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا السوء بما شاء وكيف شاء وأن شاء. اللهم أمين يا سيدنا، اللهم أمين. مولانا حضرتك شايف إزاي الإجراءات؟ يمكن تابعنا النهاردة المؤتمر الصحفي للسيد رئيس مجلس الوزراء اللي جه بعد توجيهات الرئيس بتعليق المدارس 14 يوم وتخصيص مبلغ كبير يعني للطوارئ 100 مليار جنيه. حضرتك شايف ازاي كل هذه الاجراءات اللي بتتخذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وفي الحقيقة ان الحكومة تقوم الآن بشيء كنا نتمناه دائما عبر السنين، وهو القرارات الاستباقية. دائما كانت قراراتنا هي قرارات الفرصة الضائعة، انه في الوقت ما بعد ما ينتشر وباء او بعد ما تحدث كارثة او بعد ما يحدث حادث مؤلم نتخذ الإجراءات للإنقاذ والإغاثة وإلى آخره، ولكن إنفلاز الطيور نذبح الطيور، إنفلاز الخنازير نذبح الخنازير، شيء من هذا القبيل. ولكن الحمد لله نحن الآن في حكومة قدمت الوعي قبل السعي، ودي مسألة مهمة للغاية. ودائما نحن ندعو إلى هذه العبارة وذلك المبدأ، لابد للمسلم وللمصري وللإنسان المعاصر أن يقدم الوعي قبل السعي، يعني لا يقدم على خطوات عملية إلا وقد فكر فيها وعرف مآلها وعرف نتائجها وعرف أين المصلحة فيها ورتب لها ترتيبا. إذا كان الأمر كذلك فهذه هي الحكمة، والله سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، إلا أصحاب العقول الراجحة النيرة التي تدرك الواقع على ما هو عليه وتدرك القرار على ما هو عليه وتكون قادرة على تطبيق هذا على ذاك، القرار على الواقع. فالحكومة اللي معانا لها التحية منا لهذا المعنى الجليل، وهو أنها تصرفت بحكمة. عندما يأتي يقول لك يوم الخميس أجازة من أجل الأمطار، ما فيش كورونا بقى وما فيش هنا الأمطار والرعد وكذا إلى آخره، ما الذي فعله متخذ القرار؟ إنه اعتمد على التنبؤ المبني على خرائط علمية مرصودة صحيح من مكان عندنا هنا بينناه من زمان قوي اسمه المرصد، صحيح هيئة الأرصاد، وبنلجأ هيئة الأرصاد الجوية ونلجأ إليه ونأخذ منه معلوماتنا اللي بنزعها في الأخبار وكذا إلى آخره. إذن المرصد ده طبق القواعد العلمية لأنه تنبأ، ولأنه التنبؤ هنا يسموه بالانجليزي فوركاستنج، ما هوش التنبؤ بمعنى البروفيت يعني النبي اللي هو موحى اليه. يقول الامام القرطبي، والفرق بقى بين المعرفه دي اللي احنا بنسميها الفوركاستنج دي وما بين النبوءه والوحي والضرب بالغيب، واحد بيتكلم كده ما يعرفش حاجه، هو التجربة الماضية. أنا كل يوم بشوف الشمس بتشرق من الشروق
وبتتحرك درجة 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 كده، من درجة إلى درجة، بينهم 46 درجة. وما أنا أقول بكرة هتشرق من الحتة دي، ده ما هوش تناب ومش ضرب بالغير، ده مبني على العلم، مبني على التحليل والرصد، ده مبني على التجربة السابقة. صحيح، والتجربة طبعا، التجربة السابقة. لما واحد يقول لك 2 4 6 8 10 كمل، تقول 12، لأنه ماشي بإيه؟ بمتوالية بالظبط، متوالية فيها 2. فالحكاية دي يقول الإمام القرطبي في تفسيره إن ده مش غيب، ده علم. وكذلك كان زمان عندنا وإحنا في البلد يقول لك الست الحامل إذا الحلمة مش عارف الشمال كانت صمرة، ومن العيل الطفل يطلع ولد، اليمين تبقى اللي في بطنها بنت، بالتجريب مع السنين. اه بالظبط، يعني الستات اللي شغاله بدايه، واخد بالك يعني كان مكان السونار يعرفوه ولد ولا بنت. ايوه مظبوط. ده مش غيب، والسونار مش غيب، ده السونار بقى بيشوف الـ 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 الاحشاء نفسها، الاحشاء نفسها، وبيبص على الجنين نفسه. فأنا عايز أقول لحضرتك إنه في علم هنا اتخذ، هذا العلم الذي اتخذ بادرنا لإصدار القرار بناء عليه. نتخذ دي علشان إيه؟ علشان الشوارع تبقى فاضية. طب والشوارع دي تبقى فاضية معناته إيه؟ إن الخدمات الإغاثية من إسعاف، من مطافي، من صرف صحي، مص المياه وامتصاصها، يبقى لي مساحة بدل التكدس ده. وحينئذ تقل المخاطر وتخاطر الإنسان أو تعرض الإنسان للخطر، فيعمل أزمة أكتر. لأنه أنا لو كان هيحصل لي حوادث 5 في اليوم المعتاد، هنا هيحصل 50. فكل هذه القرارات صدرت في مكانها. النهاردة لما يجي يقول لك تعطيني المدارس اسبوعين، دي مساله استباقيه. ولذلك نرى العالم كله، العالم المتحضر الذي نحن اصبحنا فردا من افراده، كله بيتخذ مثل هذه القرارات التي عندنا هي في ديننا اسمها الحكمه. والحكمه معناها وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. فاحنا عندنا دلوقتي خير من عند ربنا أن ألهم قيادتنا ومتخذ القرار فينا أن يبني أولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أن يبني قراره على العلم. ثانيا أن يبني قراره استباقيا حتى يكون الوعي قبل السعي. يبقى إذن أنا هنا حكيم. فأنا الحمد لله ربنا متعنا في هذه المواقف بالحكمة. أما توقع هذا البلاء، فالنبي عليه السلام يأمرنا بالحجر الصحي، هو واضح جدا. إذا من أيام النبي عليه السلام مسألة الحجر الصحي أو العزل بدون شك، وده خلاص ده مقرر في الديانة. لما جاء في طاعون عمواس، عمواس دي مدينة في الشام، فجه عمر يدخل، فأبو عبيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض قوم فلا تدخلوا عليه، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. يعني عزل، حجر صحي لا يدخل ولا يخرج منها. العزل من ناحية، وعدم انتقال الفيروس من ناحية ثانية. يعني لكن ده سيدنا ما ينطبقش بس على موضع الحديث اللي هو كان الطاعون وقتها، ولكن ينتقل على أي فيروس معدي بينتشر وبيضر الإنسان. أيوة، لأنه على أي شيء. عندنا تصانيف للميكروبات والفيروسات وكذا إلى آخره، ومنها ما يسمى بالتصنيف الوبائي. والوباء ده قد يكون بسيطا وقد يكون وباء شديد، زي الكوليرا، زي الأبولا، زي البتاع ده هو تاني الإيدز، زي كمان الكورونا، زي كان سارس، والسارس قبليه، وهكذا. فهذه الخطورة بتاعت الكورونا دي إيه؟ الخطورة إنها عاملة طفرة من السارس،
ميوتيشن يسموه، يقول لك ميوتيشن يعني تحول، يعني تحول عندنا في العربي يقولوا ايه، ايضي، تحول ايضي، اكنه بينبثق منها او بيتولد منها، بيتولد منها شخص اخر. مظبوط، شخص اخر، شخص اخر، وهو هو بس تحول فبقى شخص اخر. عامل زي ايه ربنا مورهانا؟ زي دودة القز بتتحول فراشة. فراشة، مظبوط. والفراشة تشرنق وبعدين تبقى دودة. فادي ده ايه التحول الايضي. واضضية يعني صار وتحول. ولذلك منها في منها التكرار اللي هو ايضا، تقول ايضا ايضا. واضة من اخوات كان، بمعنى صار وتحول. صار، صار يعني تحول من صورة إلى صورة تانية، من حالة من صورة لصورة. ففي آضة بس من الأخوات اللي مش معروفين يظهر كانت مسافرة لأخوات كان دي. فالمهم الحاصل إن إحنا الآن في قرارات استباقية. كثير من الناس للإلف والتعود وكذا إلى آخره عايزين المصافحة. لا خلاص، أدام في ضرر النبي عليه السلام ضبط الأمور كلها، لا ضرر ولا ضرار. النهارده أنا آسف يا مولانا، كل مرة لازم أدخل على فضل الدكتور قبل الحلقة، لازم أسلم وأقبل إيديه. النهارده يعني مولانا رفض، منعنا الحكاية دي، لأنه الـ 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 المصافحة، المصافحة سنة. متى تسقط؟ بالضرر، بالضرر. إيه عندنا فريضة، فريضة للرجال دي، فريضة فريضة يعني اسمها صلاة الجمعة. صلاة الجمعة دي عندنا في الفقه يقول لك إيه، ولا يجوز أن يتخلف عن صلاة الجمعة إلا لخوف أو عذر. خوف أو عذر، شوف إزاي. إلا لخوف او عذر، ده كل واحده منهم تحتها تفاسير. ما هو الخوف في عذر، عذر ايوه، في عذر، في خوف ايوه، في خوف. خلاص، ادام في خوف وفي عذر يبقى صار الواجب جائزا. يعني طرق تنزل تصلي او ما تنزلش، او ما تنزلش. طيب، فانا من النهارده بقول خلاص في خوف او عذر فعلا. طيب افرض الدوله بقى اعلنت بالظبط وقالت يا جماعه بلاش صلاه الجمعه، ما حصل في دول كتير حوالينا، وهيجي يسالني الراجل متخذ القرار ده هو ويقول لي يا شيخ علي انت شايف ان احنا نقول بلاش الجمعه الجايه دي؟ اقول له يقول لي طب والناس تعمل ايه؟ تصلي في بيتها ظهر. واخد بالك ازاي؟ تصلي في بيتها ظهر. اذا انت ارتأيت ايها الـ 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 من بيدك هذا القرار، وزيرة الصحة، رئيس الوزراء، الدولة، وهكذا وزير الاوقاف، رأيت في خطورة او احتمال خطورة، يبقى في خوف، في يبقى عذر لخوف او عذر الاثنين. هو يا سيدنا ممكن المسجد ده في صلاه الجمعه بنقعد فيه مثلا ما يقرب من الساعه، بيبقى فيه مثلا في حوالي 200 واحد على الاقل قاعدين جنب بعض لازقين في بعض، فده ده مش 200، لا يعني ده على الاقل يعني ده يبقى مسجد صغير. ما انا بقول لحضرتك، ولكن جنب بيتي يعني، ولكن يعني. القضيه ما مدى جواز هذا شرعا؟ كل المذاهب تقر هذا الكلام. الحكيم الذي يريد الاستباق حتى لا يقع الناس في الحرج وفي المرض وفي تعرض الحياة لهذا البلاء، له أن يفعل هذا عندما يرى مناسبة هذا. طب يا سيدنا، ممكن البعض يقول لحضرتك ايه، لا طب انا هاخد بقى الثواب، يعني رغم كذا ورغم كذا ده انا هنزل واصلي واروح مكان مسجد سيدنا الحسين مثلا ولا السيدة عائشة وهو زحمة، واروح اصلي هناك عشان اخد الثواب. تمام. هل هذا الانسان بعدما امر الامر بتعليق صلاة الجمعة ولا قبلها؟ لا، افرض انه مفيش بالظبط كده وراح منازل من عند نفسه، فانا
بقول له انت تفعل جائزا وليس مندوبا، اللي هو في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو في الوضع اللي احنا فيه لسه الحمد لله ما فيش مشكله، يعني ما فيش مشكله، يبقى خلاص، يبقى انت تفعل شيئا جائزا لك. لكن وافرض بقى ان هو بعد ما الاعلان حصل زي الكويت ولا المغرب مثلا، زي الكويت والمغرب وغيرها بالظبط، يحرم عليه الذهاب. يحرم طبعا، لان الافتيات على الامام حرام. الافتيات، افتيات يعني ايه؟ يعني مخالفة امر الامام. تلات ارباع حياتنا واحنا ماشيين في الشوارع فيها المعنى ده. واحد يجي يقول لي انا شفت الاشارة حمراء فكسرتها ومشيت ولا يهمني، اقول له ارتكبت حرام. يقول لي حرام ليه بقى؟ ان شاء الله موجود في الكتاب والسنة انه كسر الاشارة الحمراء حرام. اقول له لانه انما الامام ليؤتم به. ولذلك فوقوفك هنا، وكثير جدا بقى من الاحاديث الاخرى في طاعه الامام، ولو تامر عليكم عبد حبشي راسه كزبيبه. يعني ما لناش دعوه باب الالوان والبتاع ومش عارف ايه، لو هو اللي في صدمه القياده بالظبط كده لابد. وده اللي سماه الفقهاء الافتيات على الامام. الامام قال اقف عند الحمراء، فقلت له لا ما اناش واقف، حرام علي. امشي عند الخضراء، قلت له لا ما اناش ماشي، يبقى برضه حرام، يبقى حرام علي. ايه علاقه قواعد المرور بالحل والحرمه؟ الامام واخد بالك اللي احنا بنقول، اللي هو الدوله في عصرنا، يعني الدوله اللي احنا بنقول لاخواننا اللي عندهم فكرة الطار وكذا إلى آخره، أنا القانون هيجيب لك حقك وهيحكم على ده حتى إلى بالإعدام. قال لي لا أنا عايز أخد حقي بإيدي، قلت له حرام. قال لي فين بقى الحرام؟ ما أنا باخد بطاري والقصاص، ولكم في القصاص وأنا باخد القصاص بيدي. قلت له يبقى افتيات على الإمام. الحتة هنا إيه؟ إنك بتخالف الإمام فيما أمر ونظمه. واحد يجي يقول لي بيع الاثار ينفع ان انا بيع الاثار؟ اقول له لا حرام. يقول لي ليه؟ لا، اقول له افتيات على الامام. واخد بالك ازاي؟ وهكذا وهكذا وهكذا. في الافتيات على الامام ده باب كبير جدا في الفقه، كثير من الناس تغفله. فانا عايز اقول لسيادتك ان سواء الجماعات او الجمعه كل هذا طبقا لما يراه الامام، لكن الحالة اللي احنا فيها دلوقتي وعلى سبيل الاستباق، الخوف والعذر يخرجنا من الوجوب الى الجواز. طيب يعني مولانا دلوقتي احنا في مرحلة خوف، يعني لسه مفيش قرارات بمسألة وقف الصلاة في المساجد او في الجوامع، ولكن اتخاذ اجراءات، يعني اتخاذ اجراءات بما يصون الامر. فبالتالي انا الامر متروك لكل واحد فينا، سواء ان هو يروح او ما يروحش، يصلي الجماعه ولا ما يروحش، ينزل يصلي الجمعه او ما يروحش، ولو ما نزلش حتى واحنا في الظروف العاديه اهي دلوقتي، يبقى لا ما يعتبرش مخالفه شرعيه لانه من باب الخوف. ما يعتبرش مخالفه شرعيه، فاذا صدر امر الامام عد مخالفه شرعيه. ده لو في قرار بقى من الدوله، لو في قرار من الدوله. البعض يا مولانا بيشعر كده باحساس ممكن يبقى صعب، زي مثلا الحج. مثلا الحج وكل سنه وحضرتك طيب وحضراتكم طيبين، احنا فضلنا مثلا على ذي الحجه 100 يوم تقريبا. فبالتالي العالم محدش يعني يامل او يتوقع ان ينتهي الفيروس ده في خلال 100 يوم. يا ربنا يا رب يبقى بكره يشفي الناس جميعا ويعني ويختفي الفيروس. ولكن يا سيدنا لو استمر الامر، ناس تقول طب احنا مش متوقعين، هل معقوله ولا حصلت في التاريخ ان يجي وقت الحج والناس ما تحجش؟ انا جمعت ما حدث في التاريخ من عدم الحج. احنا دلوقتي قدينا 1441 سنة، ده عبارة عن الحج شغال. فوجدت ان في 22 سنة اوقف الحج. 22 سنة 22 موسم بالظبط. بعض هذه المواسم كان إيقافا كليا، وبعض هذه المواسم كان إيقافا جزئيا. والمقصود بالجزئي أنه مثلا مصر ما تحجش،
بالنسبه للحجاج من دوله معينه، من دوله معينه او من جهه معينه مثلا. يقول لك ايه، مصر ومعها الغرب كله ما يحجش، او مثلا العراق ومعها الشرق كله ما يحجش في السنه دي، يبقى ده بنسميه ايقاف جزئي، لانه في حجاج وصلوا، بس اذا كان الحجاج كان عاده 100,000 حاج، ده يعني لما يكتر يعني، لا تلاقيهم 2,000، فده الحج الايه الايقاف الجزئي. الايقاف الجزئي. وهناك برضو للخوف وللعذر، الخوف كان من العدوان او عدم امن الطريق، والعذر كان من المرض او الوباء، فده ايضا كان من 22 مرة. واحنا عندنا هنا على ايام الملك فؤاد الغي الحج في سنة 22 تقريبا، 21 22 حاجة كده، في يعني احد سني العشرينيات الملك فؤاد أوقف الحج رحمه الله تعالى، وكانت لأسباب يعني حينئذ، فحصل هذا. ده غير توقف الطواف. توقف الطواف ده الكعبة يطاف حولها يعني باستدامة، ولكن توقف الطواف بعد القرامطة، ما اعتدوا على اولا لما عبد الملك بن مروان ضرب الكعبة سنة 73 هجري، توقف الطواف يعني ما فيش حد في البيت اصلا، واصيبت الكعبة في بعض اجزائها، هدمت بعض اجزاء. المرة التانية ايام القرامطة في سنة 370 برضو دخلوا وقتلوا الحجيج وسرقوا الحجر الأسعد الأسود وذهبوا به إلى بلادهم هناك في الشمال. ثالث مرة كان جهيمان مثلا برضو، في جهيمان كانت الرابعة. الرابعة في الرابعة جهيمان في سنة 80 استولى هو ومتين واحد من عصابته على الحرم وأغلقوه. الحرم ليه 64 باب، فأغلقوها وتمركزوا جوه إلى آخره، إلى أن قضت عليهم القوات السعودية بارك الله فيهم، وأغلبهم قتل، والذي لم يقتل أعدم لهذه الحادثة الشنيعة التي ارتكبها ذلك المجرم، عامله الله بما يستحق. والمرة دي لكورونا اللي احنا بنشوفها في تلفزيون القرآن من المملكة، ايضا هي نمرة 5. فكانت هذه هي يعني زي ما انت شايف، يا اما في خوف يا اما في عذر، بس دول 5. لكن حتى الذي توقف فيه الحج، ما هو ناس من داخل مكة حجت، مظبوط، من داخل يعني ما حصلش إيقاف يعني للطواف. مش هتصادف إن ما فيش 5 يحجوا، يعني هتلاقي في ناس بتحج. نعم. بتأدي المناسك، بتأدي من المناسك على عرفات. في يعني فيه. يا رب دايما بلاد معمورة ومحفوظة. ومرة حدث سيل حول الكعبة ووصل إلى الباب، يعني الباب ارتفع مرتفع. بالظبط. فيعني قدامنا هو متر ونص تقريبا واكتر، يمكن متر ونص كده، ميه كله دي بقت ميه، لانه على فكره لما تبص لمكه بالطياره تلاقيها زي القمع كده، والبيت الحرام في 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 في, في, في المنطقه المنخفضه حول الجبال. بالظبط كده، فكل الميه نازله هكذا. فارتفع منسوب المياه، فطاف ابن الزبير عائما، فعدت في مناقبه أنه لم يترك البيت حتى وهو حوله الماء، طاف حوله عائما. ابن الزبير سيدنا اللي هو عبد الله بن الزبير من العوام، عبد الله بن الزبير من العوام. نعم. أيوه. فطاف ابن الزبير عائما حول البيت الحرام حتى حتى في بعض الفيديوهات دلوقتي على السوشيال ميديا، انه
في قلة طبعا، في ناس بتطوف من فوق. مظبوط. في ناس بتطوف من فوق ما زال، ولكن جايبين الطير بيطوف سبحان الله، يعني لما وطواف طواف ويرجع يعني طواف كامل يعني لا يتوقف الطواف، لا يتوقف الطواف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا السوء، وأن تكون كل هذه التخوفات إن شاء الله ربنا يصرف عنا. ولكن ما فائدة هذا الخوف وفائدة كده؟ أن نستشعر النعمة. سبحان الله والله. يعني إحنا دلوقتي لما الكهرباء تقطع والماء تقطع ولما المرض يأتي والخوف كده، لما نحرم من صلاة جمعة ولا صحيح. من صلاة جماعة، لما نحرم من عمرة أو من حج، لما يعني إحنا في نعم متتالية لا أحد ينظر إليها ولا أحد يقول الحمد لله رب العالمين من قلبه كده، وهو يحمده بحرقة إنه هو مخلينا النعم دي. فأنا أرجو من الناس كلها إنهم يخرجوا من هذه البلايا التي تأتي شظايا كده، يخرجوا منها حامدين لله، يعني يتعلموا الحمد. صحيح. وبعدين دي نعم محيطة واحنا مش واخدين بالنا منها، نعمة، لكن في نعم معانا، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة الطعام، نعمة الحمام، نعمة الجلوس، نعمة يا اخوانا مش كده، نعمة الصحة، نعمة نعم يعني كثيرة جدا. لو الإنسان تأملها هيكسف من نفسه. صحيح. انه ازاي هو محاط بهذه النعم، وربنا منبهه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مش هنعرف نعدها. صحيح. وبعدين ما فيش الحمد لله من قلبه، واللي بيقول الحمد لله بيقولها بلسانه مثلا، لا احنا عايزينها تطلع من القلب، نحسها في الظروف اللي احنا فيها دي، لما حاجات تتسحب من ايدينا واحدة واحدة وتستمر معانا بعد زوال المحنة يا رب، وان احنا نعهد ربنا كده ان احنا يعني نحمده حمدا كثيرا على تلك النعم المتتالية، ويكون ده من خالص قلوبنا يا رب. اللهم امين يا مولانا. انا بشكر فضلتك جزيل الشكر الحقيقه، وانا بعتذر جدا لحضراتكم، معلش سامحونا، يعني احنا مش هنقدر ناخد اسئله حضراتكم النهارده، ولكن بعد اذن سيدنا ممكن نخليها الاسبوع الجاي ان شاء الله، يعني نعرض بقى معلش كل الاسئله بعد اذن مولانا، يعني على طول ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. شكرا موصول لحضراتكم، ودايما يا رب في صحه وستر وسلامه وامان باذن الله بلدنا وكل البلدان العالم كله يا رب، دايما ان شاء الله وكل البشر. تصبحوا على خير.